السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير. في وقفت عند سورة الليل، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه السورة سورة الليل، تسمى بسورة الليل بدون واو، وتسمى بسورة والليل بالواو، وكذلك تسمى بسورة والليل إذا يغشى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عندما أما قومه بصلاة العشاء فقرأ بهم سورة البقرة، استفتح بالبقرة، قال صلى الله عليه وسلم: فتان أنت يا معاذ. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ الشمس وضحاها والضحى يعني في العشاء، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى. فأخذ العلماء من هذا أن من أسمائها والليل إذا يغشى بالواو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذه السورة سورة مكية، أتكلم عنها بالإجمال ثم أرجع إلى التفصيل. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة مقسما بالليل، لأن الله تعالى هنا يقول: والليل إذا يغشى، فالواو هنا واو القسم، والمقسم به الليل إذا يغشى، والمقسم به النهار إذا تجلى ظهر يعني، والمقسم به خلق الذكر والأنثى إن كانت ما مصدرية يعني وخلق الذكر والأنثى، أو تكون موصولة يعني والذي خلق الذكر والأنثى، وجواب القسم إن سعيكم لشتى. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، والجواب القسم إن سعيكم لشتى. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه الدال على عظمته بخلاف المخلوق، فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي نصت على النهي وعلى النهي وتحريم من حلف بغير تحريم الحلف بغير الله، كمن يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. إذن فالله افتتح هذه السورة الكريمة مقسم بالليل إذا غطى بظلامه كل شيء، وأقسم بالنهار إذا تجلى يعني إذا ظهر نوره وأضاء الكون،
وأقسم تعالى بالليل الذي خلق الذكر والأنثى وخلق وأقسم تعالى بخلقه للذكر والأنثى وأنه قادر على كل شيء ولا يعجز شيء. أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلقه سبحانه وتعالى الذكر والأنثى. وجواب القسم: إن أعمالكم أيها الناس لمختلفة ومتفرقة. إن سعيكم لشتى، أعمالكم متفرقة ومختلفة، فمنكم المؤمن ومنكم الكافر، والمؤمن يقابل الكافر ضد الكافر، وعندنا ومنكم المطيع ومنكم العاصي، فالعاصي ضد المطيع، وفي مقابل فالعاصي مقابل المطيع، وكذلك هو العاصي ضد المطيع. ونلحظ في هذه السورة المقابلة، قال لك: والليل إذا يغشى، الليل يقابله النهار، وقال: وما خلق الذكر والأنثى، الذكر يقابل الأنثى، والذكر كما قال الله: وليس الذكر كالأنثى. لاحظ في هذه السورة المقابلة، قال: فأما من أعطى واتقى، وفي المقابل: وأما من عكس العطاء، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فالأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الجنة، أو صدق بلا إله إلا الله وما فيها من أركان وشروط وغير ذلك، أو صدق بالعمل المترتب، العمل الصالح، العمل الصالح المترتب على، أو صدق بالجزاء والثواب المترتب على العمل الصالح، كل هذا داخل تحت قول الله تعالى: وصدق بالحسنى، كما سيأتينا. وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ثم فصل الله سبحانه ما أجمله، لأنه سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى، هذا إجمال. سعيكم أيها الناس يعني ليس على طريق واحد، وإنما على طريقين، سعيكم لشتى، هذا إجمال. إن سعيكم لشتى. ثم فصل الإجمال فقال: فأما من أعطى من ماله في سبيل الله، أعطى من ماله في سبيل الله واتقى الله وصدق بالجنة فسنسهل له عمل الخير الموصل إلى الجنة. طيب، وأما من بخل، العكس على الضد في المقابل، قال: وأما من بخل بماله، وأما من بخل يعني بخل بماله واستغنى عن عبادة الله، يعني تكبر وتغطرس وأعرض عن عبادة الله. طيب، وأما من بخل بماله واستغنى عن ربي سبحانه وكذب بالحسن، يعني كذب بالجنة، فسنسهل عليه عمل الشر المصل للنار. طيب، وما ينفعه ماله إذا هوى في جهنم. الشخص في الدنيا لو أصيب بورطة كما قال أهل العلم، أو أصيب بمصيبة، يمكن يتخلص من هذه الورطة والمصيبة بالمال، لكنه في الآخرة ما ينفعه ماله إذا تردى في النار، ما ينفعه ماله إذا تردى في النار. ولذلك قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، كما سيأتينا. ما نافية، يعني لن ينفعه ماله إذا تردى وتهالك وسقط في نار جهنم. أو تكون ما ليست نافية وإنما استفهامية، يعني أي شيء يفيده ماله إذا تردى في نار جهنم. فما هنا وما تردى إما تكون نافية أو تكون استفهامية. طيب، إذن فالله سبحانه وتعالى يقول: والليل إذا يغشى. بعض العلماء قال يعني، وهذا يعني يقولونه لكن الله أعلم بهذا، يقولون: لماذا بدأ بالليل؟ قالوا: لأن الليل خلق قبل النهار، الليل خلق قبل النهار، ثم الله سبحانه وتعالى أضاء هذا الكون المظلم بالشمس والقمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قالوا: والليل إذا يغشى والنار يتجلى وما خلق الذكر والأنثى. ما هنا في قوله وما خلق الذكر والأنثى، إما أن تكون موصولة يعني والذي خلق، يعني أقسم بالذي خلق الذكر والأنثى، وهو الله سبحانه وتعالى، فالله يقسم بأنه خلق الذكر والأنثى. أو تكون ما هنا مصدرية والمعنى
وخلق الله الذكر والأنثى. وقالوا إنه بدأ بالذكر لأن الذكر قبل الأنثى. أول خليقة من؟ آدم على ست سنة. أول خليقة آدم، ثم خرجت أمنا حواء من ضلعه الأيسر، فقالوا لعل السبب أن بدأ بالذكر لأنه قبل، لأنه آدم قبل حواء. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم أيها الناس، جواب القسم، لشتى، مختلف، منكم الطائع، منكم العاصي، منكم المبتدع، منكم الذي على مذهب السلف ما عنده بدعة، منكم المتقي، منكم غير المتقي، إن سعيكم لشتى. لما أجمل يعني قال إن أعمالكم تجتهدون في أيها الناس المختلفة متفرقة، فمنكم المؤمن ومنكم الكافر ومنكم المطيع ومنكم العاصي، منكم المهتدي، منكم الضال، منكم المخلص، منكم المرائي، منكم المتبع، منكم المبتدع، كما قال تعالى منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث يقول كل الناس يغدو، كل واحد منا الآن في الصباح يغدو، يعني يخرج في عمله في الصباح، كل الناس يغدو. فقسم الناس إلى قسمين عليه الصلاة والسلام، قال فبائع نفسه فمعتقها، يعني باع نفسه لله، وكل أعمال وكل أعمال التي يعملها في هذا الصباح في هذا الغدو صالحة، إذا عمل الصالحات أعتق نفسه من عذاب الله. طيب والقسم الثاني الذي يغدو ويروح، أنت مسلم الآن كل صباح تغدو وتروح، تغدو تبدأ بصلاة الفجر والأذكار ثم تذهب إلى العمل ثم في طاعة أنت وقراءة القرآن، تعتق نفسك من عذاب الله. الصنف الثاني أو موبقها، موبقها يعني موقعها في الهلاك والخسران والخسران، مثل الكافر يقوم لا صلاة ولا ولا ولا, ولا غير ذلك، يسعى ويركض للدنيا. وانتبه إلى لفظة إن سعيكم لشتى، ما قال إن عملكم، يعني قال سعيكم، نبه العلماء بكلمة سعيكم لشتى، يعني كل الناس لا يمشون مشيا عاديا في طلب الدنيا أو الآخرة، وإنما سعي سعي سعي، والسعي أشد من المشي والعادي، واضح الآن؟ قال إن سعيكم لشتى. ولذلك يقول النووي معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، هذا الأول، أسأل الله لي ولكم فضل العظيم. ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها ويوقعها في الخسارة. فأما من أعطى، أسأل الله لي ولكم فضل العظيم، فأما من أعطى، أعطى كلمة يعني شاملة لكل العطاء، أعطى المال الواجب عليه والمستحب، أعطى المال الواجب عليه الزكاة والنفق على الأولاد هذا يجب عليه، والصدقة المستحبة على الأيتام والأرامل والمعوزين وإلى ما لا نهاية. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم تقابل ملكان قال أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، وقال الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله تعالى يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن فأما من أعطى، أعطى المال، أعطى العلم، أحسن للخلق عموما بالقول وقول ناس حسنى، أحسن للخلق بالفعل يعني شامل. أما من أعطى واتقى، بعض العلماء قال أن الله لما قال أعطى واتقى دل على حقوق أهمية حقوق العباد، أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى الله بفعل الأوامر كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وقبل ذلك بتوحيد الله رب العالمين وعدم الشرك بالله، أعطى واتقى، اتقى بفعل اتقى الله بفعل الأوامر واجتنب النواهي. طالما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني صدق بلا إله إلا الله وما فيها من وما فيها، وركن لا إله إلا الله وهو النفي والإثبات، نفي الله عما سوى الله وإثبات العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دون الباطل إن الله الكبير. وأيضا أتى بشروط لا إله إلا الإخلاص والمحبة والانقياد وإلى آخره. وأيضا قيل صدق بالحسن يعني بالجنة،
وقيل صدق بالحسنى، المقصود بها يعني أنه يعمل الأعمال الصالحة ويصدق أن الله سيجزيه الجزاء الأوفى على هذه الأعمال الصالحة. فهذا يعني اختلاف التنوع، ما في تضاد بينها. يعني صدق بالحسنى يعني صدق بما عده الله للناس من الجنة وثواب العمل الصالح، وصدق بلا إله إلا الله وعمل بلا إله إلا الله بأركانها وشروطها، وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. والمعروف الآن سبحان الله العظيم، الشخص كلما أحسن للخلق الله سهل أموره، ولذلك قال تعالى فسنيسره لليسرى، أعطى واتقى فسنيسره لليسرى. السين هنا عند العرب للتحقيق، يعني سنحقق له التيسير في الدنيا وفي الآخرة، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والدليل على ذلك أن الشخص إذا أحسن للناس أن الله ييسر أمره، قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، في سورة الطلاق. أيضا في آية أخرى ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. ثم قال سبحانه وتعالى وأما من بخل، ضد من أعطى، بخل بالمال الواجب والمستحب، بخل واستغنى يعني تغطرس وتكبر وتجبر وترفع عن عبادة الله واستغنى عن عبادة الله. ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، وكذب بركني لا إله إلا الله، وكذب بالجنة، وكذب بالأعمال المترتب بالثواب المترتب على العمل، وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، نجعل أعماله عسيرة. سنيسره للعسرى يعني ما نوفقه وإنما نعسر عليه الأمور في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نختم بماذا الآن؟ العلماء علماء التفسير ذكروا مسألة، قالوا الله سبحانه وتعالى عندما يقول وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني نجعل أموره عسيرة. طيب وضع الكفار، الكفار الآن قديما وحديثا عندهم بخل وكفر بالله، ومع ذلك الله سهل أمورهم. قال نعم، هذا التسهيل استدراج من الله، لأن الله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بعدين قال وأملي لهم إن كيدي متين، وأيضا عجلت للكفار طيباتهم في هذه الدنيا. وأيضا هذا النعيم الذي يعيشه الكفار، هذا النعيم نعيم جسدي لا روحي، والدليل على ذلك أنهم مع هذا النعيم تجد حالات الانتحار عند الكفار أكثر من المسلمين، لأنه لم يعلق روحه بالله رب العالمين. ما يكفي أن ينعم الشخص بدنه وجسده، لا بد أن هذه الروح تعلق بمن خلقها. ولذلك مهما بلغ الشخص من الإلحاد والكفر، يقول أهل العلم لا بد روحه أن تتعلق بمعبود، سواء كان حقا أو باطلا. حتى ذكروا عن أرسطو من زعماء الفلاسفة، قالوا كان عندهم الإلحاد ما الله هو الملحد، لكنه يعبد 32 صنم من دون الله. فهذه الروح لا بد أن تعلق بالله رب العالمين. ويكفي هذا، نكمل ونقف عند قول الله تعالى إن علينا، قول الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا العداوة والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهدي ما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.